هنا عندنا كرة هنا محاولة حاضر أدهم، أدهم خطير خطير أدهم جول، نعم يسجل هدف اللقاء الأول. الاتحاد الليبي يتقدم في هذه المباراة بهدف مقابل شيء بأقدام أدهم التومي الذي يحرز هدف التقدم بعد أن اقتنص الكرة من الدفاعات الصفراء من دفاعات فوتسال بوتيك وسددها قوية في شباك. العودة بالباور بلاير وتقطع الكرة، أوه خلاص سجلت بشكل سريع، نعم سجلت بشكل سريع وهدف اللقاء الثاني. هذه النقاط التي يعني يفرح فيها المدرب من جهة الاتحاد الليبي، نعم يفرح فيها كثيرا عندما يرى فريقه يستغل هذه الكرات ويسجل هدفا، وأيضا هي من النقاط التي تكون مخاطرة كبيرة بالاستعارة في الباور بلاير. لا يوجد حافة، لاعب من غير أي مضايقة، لاعب من غير أي يعني تغطية تذكر في هذه اللقطة السابقة يسجل هدف اللقاء الثالث علي مصباح. إلى هاشم الرفاعي، يوسف الغريب، عبد الله سعد يسدد ويسجل، نعم هدف اللقاء الأول. فوتسال بوتيك يقلص الفارق من 3-2 ويعود إلى هذه المباراة بعد الاستعانة بالباور بلاير الذي نجح بالفعل في هذه المباراة. هنا النقلة السريعة، اللعبة الممتازة والنقلات الجميلة وصلت إلى عبد الله سعد الذي سجل هدف اللقاء الأول لفوتسال بوتيك 3-1. إذن أعزائي المتابعين.